ايه الرسالة اللي عاوزين نوصلها من خلال وانت بتحضر وانت بتدرس وانت اللي انشغلت في هذا الموضوع، ايه اللي عاوز توصله للمشاهد؟ نفسي قوي قوي أقول أحبائي الأفاضل الكرام، الرب يسوع المسيح الأول والآخر. إذا أردت كخاطي أن تقترب إلى الله، تعال إلى الرب يسوع المسيح الوسيط اللي ياخدك من إيدك ويصالحك مع الله عاملا الصلح بدم صليبه. وإن كنت مؤمن تسير في البرية، تعرضت إلى زلات وأخطاء والشيطان يشككك في ضمان أبديتك وفي رضا الله عليك، أقول المسيح الآن في السماء يعمل عملا عجيبا اسمه الشفيع. لنا شفيع عند الآب الرب يسوع المسيح، تعال وثق فيه، هو يضمن مكانتك أمام الله. لكن المسيح أيضا رئيس الكهنة الموجود في السماء أيضا لأجلنا، هو يمثلني ويمثلك أمام الله، يحملني ويحملك على صدره وعلى كتفه أمام الله. ليس هذا فقط، لكنه أيضا هناك من هناك في السماء يرثي لضعفاتنا، يعين المجربين، وأيضا يقودنا في العبادة والسجود. نفسي أوي نرفع عينينا إلى السماء، وهناك نجد رئيس الكهنة، والكتاب يقول لنا فإذ لنا رئيس كهنة عظيم مثل هذا فلنتمسك بالإقرار، إقرارنا بالرب يسوع المسيح العظيم.